أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لم يفهم الكثيرون لماذا السفير التركي كنعان يلماز في بنغازي وبعدها مباشرة ذهب إلى معقل عقيلة صالح حيث كرم هناك في ميلادي في مكان ميلادي عقيلة صالح. هذا ما تأكد من مصادر أجنبية خصوصا وأن الفرنسيين يرتعبون من هذه العلاقة الجديدة بين شرق ليبيا وما بين الأتراك. من جهة فقد طلب يلماز بشكل رسمي بعودة القنصلية إلى بنغازي ومع رجال أعمال كان يود أن تكون هناك الخطوط التركية ويرغب في أن يعاد فتح هذا الخط بين بنغازي وإسطنبول. إذن بالنسبة إليه هناك ضمانات من أجل عودة رجال الأعمال إلى إتمام أعمالهم حيث انتهوا منها، وكانت علاقاته قد انقطعت في 2014 مع الحرب الآلية الثانية. يلماز ليس هذا موضوعه فقط، هناك أيضا تفسيرات سلمت. أولا بالنسبة للحل انطلاقا من الدستور هذه المرة ومن دون الوصول ألا تكون البداية من الانتخابات بل من الدستور، وهذه الاستراتيجية التي واكبها، ولذلك فحسم الدستور أولى من حسم الانتخابات وإبقاء دبيبة على ما هو عليه لأنه أسلوب لتوافق إلى حدود اللحظة، لأن من دون دبيبة وبالانتخابات يمكن الوصول إلى حرب، وأيضا من غير دبيبة يساوي الحرب. إذن الأولى الحفاظ على ستاتيكو كما هو والذهاب أبعد نحو تفاهمات. السؤال المطروح الآن، لماذا تركيا لعبت هذه الورقة منذ 15 ديسمبر حيث كان هناك لقاء بين أردوغان وما بين برلمانيين في شرق ليبيا؟ أول إشارة كانت قوية جدا أن شرق ليبيا لم يعد يطالب بإغلاق مكتب الاستخبارات في طرابلس والتواجد الاستخباري فيها، وهذا الذي جعله مطلبا مصريا وأيضا فرنسيا. هناك أيضا أمون 22 التي كانت مواجهة ضد تركيا ثم تحولت إلى فاغنر، لأن التقارب الحادث اليوم بعد كسر الحاجز من الأتراك تجاه بنغازي هذه مهمة للغاية. لا يريد الشعب الليبي أن يدخل في حرب أهلية ثالثة لا شرقا ولا غربا، هذا هو الأهم. وأن بشغا وتفاهماته مع حفتر زادت إذ أصبحت جزءا من المعادلة. حاليا لا يطالب الأتراك بإقصاء حفتر أو غيره، فالانتخابات مفتوحة، المسألة للشعب الليبي. إذن بالنسبة لتركيا تريد العودة الاقتصادية إلى شرق ليبيا، وهذا الذي يحرج تماما مصر لأنها سيطرت بإبعاد تركيا، وبتنافس تركيا يصعب مع هذا الوضع الحفاظ على الغلاف الذي تعتبره منذ 2014 غلافها، اليوم جزءا من الغلاف الحدود الغربية لمصر وغيرها، وهذا ما حدث أيضا في جغبوب وإلى آخر. هناك عشرات الملفات التي يرغب الآن شرق ليبيا في أن يكون متحررا أيضا من كل القوات الأجنبية. السؤال المطروح بالنسبة على الأقل لمصر، هل هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق مع دبيبة؟ لا يجد دبيبة مانعا من ذلك، لهذا فيتقدم الأتراك نحو الشرق ويتقدم المصريون نحو الغرب، هذا يولد تفاهما. لكن الذي يعقد المسألة هي العلاقات المصرية الفرنسية، لأن فرنسا أولا ليست محرشة الآن من تركيا، تركيا هي أقل اليوم في التأثير على مصالح فرنسا. الضربة التي تلقتها فرنسا من فاغنر ومن روسيا في مالي وفي غينيا وفي
الصداع في هذه المنطقة، في منطقة غرب أفريقيا، في منطقة الإكواس، المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا، في هذه المنطقة أصبحت ضربات روسيا أقوى بكثير، وسحب مالي والنيجر، وهذه أيضا إلى جانب تشاد، فالأمر أصبح دقيقا للغاية. فمحاربة فاغنر أصبح جزءا من مهام فرنسا، ولا بد لمصر أن تدخل ضمن هذا الغمار لسبب رئيس. ليس هناك أولا سلاح ما بين موسكو والقاهرة، منع للسلاح قرره بوتين بعدما حصل بالنسبة للسخوي 35، أيضا بالنسبة للاستخبارات توقفت، أيضا العملية التي أجراها الأمريكيون ومنعوا فيها محمود السيسي أن يذهب ملحقا عسكريا في موسكو في ظل هذا التقارب الذي كسره الأمريكيون لبنة لبنة، فتمكنوا من ذلك. ولهذا فإن ما يجري الآن بالنسبة للأجندة الفرنسية ضد روسيا، والمصريين اليوم علاقتهم أكثر برودة مع موسكو، وأيضا العمل الأمريكي الذي يمكن أن يحتضن كل الحركة الفرنسية والمصرية. إذن الأتراك يتقدمون نحو شرق ليبيا، لأن بالنسبة لأمو 22 على العموم وغيرها كلها موجهة لمنع التأثير على غرب ليبيا، فالأولى بالنسبة للفرنسيين الآن أن يكون الأتراك أقوياء في مالي، لأن هذا سيعطل روسيا، ولا تستطيع فرنسا أن ترد روسيا على وجه التحديد، هذا واقع الحال. لذلك فإن تركيا لديها من التكتيكات التي جربتها على جميع الجبهات ما يكفي للوصول إلى تفاهمات مع بوتين تنطلق من القوة وأيضا من المفاوضات، المزيد من المفاوضات والمزيد من استعمال القوة إن أمكن. لذلك فما يجري حاليا يمنع الحرب الليبية الثالثة انطلاقا من انفتاح تركيا على شرق ليبيا، وشرق ليبيا يريد أيضا أن يتحرر من فاغنر، ويتحرر أيضا من المصريين ومن سطوة المصريين على شرق ليبيا. هذا كله يعني العودة إلى توازنات سماها مباشرة الرئيس السيسي في استقباله لتبون، عندما أشار إلى كل القوات الأجنبية، بمعنى أن النفوذ الأجنبي كله بما فيه النفوذ المصري يجب أن يعود إلى الخلف، ومن الصعب جدا لأن المسألة حدودية بالأساس، والقبائل كما رأيناها عندما دعاها السيسي في إحدى الأوقات إلى حمل السلاح، وأن يكون هذا تحت إشراف مصري. انظروا إلى تسليح القبائل، وهذا الذي عارضته الجزائر، وبقيت الجزائر معارضة لهذا التوجه إلى حين التفاهم حول إبعاد خيارات السيسي حول تسليح القبيلة وغيرها، والعودة إلى إبعاد كل القوات الأجنبية وحضور الشركات. الأتراك ماذا فعلوا؟ أنهم قاموا بإحضار شركاتهم إلى شرق ليبيا. إن كان الوضع على الشركات والتنافس على ضوء الشركات فهذا يرغب فيه أساسا الأتراك، وشرق ليبيا فشل فيه الروس في ضمن الحرب، وفشل فيه الصينيون أيضا، لم يرغبوا في الاستثمار داخل شرق ليبيا، ولا الصين ولا روسيا ولا مصر أيضا، فدائما كان التخوف من الحرب أو سيناريو الحرب، ولذلك أبعدت هذه الاستثمارات. اليوم الأتراك لا يقفون فقط في غرب ليبيا، هم يريدون أن يستثمروا في هذه المنطقة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. لذلك في 15 ديسمبر هذا أول لقاءات ما بين البرلمانيين لشرق ليبيا وما بين تركيا بشكل رسمي، وأيضا بالوصول إلى أردوغان، ثم بعدها 19 من يناير مع يلماز ويلماز في بنغازي. هذا كله يتأكد من خلاله أن لعبة تركيا أولا حصار، إبقاء حصار فرنسا
دون دخولها إلى شرق ليبيا، إبقائها على الحدود في مرسى مطروح وغيرها، وأن تكون هناك للعمليات الخاصة بهذا ممكن، لكن على صعيد الشركات فهي تحاول ملء الفراغ، لأن المهم هو ملء الفراغ بالشركات التركية قبل أن يصل الآخرون، وهذا مهم بالنسبة إلى تركيا التي تحاصر الآن فرنسا، وفرنسا تجد في واغنر صعوبة كبيرة، والأتراك يمكن أن يدفعوا فاغنر كما دفعوها من طرابلس، يمكن أن يدفعوها خارج البلاد أيضا. أما بالنسبة لما يجري الآن فإن روسيا ضغطت بقوة في مالي في غيرها في الساحل، مما يجعل حضور التركي ليس فقط في شرق ليبيا وإنما أيضا في جنوبها واتجاه تشاد وهذه المنطقة في الساحل الآن، لأن الأولى تحريك تركيا ضد روسيا، وهذا شيء هام بالنسبة للاستراتيجية الجارية اليوم بين ماكرون وما بين السيسي في هذه اللحظات على وجه التحديد. لذلك فإن السفير يلماز يعرف جيدا أنه ينفذ أجندة اقتصادية ومع القنصلية وكل أجندة اقتصادية ومع كل الاقتراحات الحالية نحو الدستور وتقطير العملية الانتخابية بالدستور، وهذا لديه أبعاد أخرى أهمها جيوسياسيا الوصول إلى تفاهم عسكري ما بين كل من غرب ليبيا وشرقها، وخفة وتخفيف الانتقادات الموجهة إلى تركيا أصبح جزءا من القرار الليبي في شرق ليبيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.